السلام عليكم، انا من احدى العاملات ديال هاد الرياض اللي في درب الزاويه في باب التكاله. حنايا معتصمين هنايا لمده ديال يومين حيت هاد السيده المشغله ديالنا جرات علينا وما استجبتش للمطالب ديالنا، وحنايا يومين حنا في هذا الاعتصام بينا شي التفاته ما عندش حد يلتفت لينا حتى شي حد ما استجب للمطالب ديالنا. وفي الاول درنا اضراب في 6 سوايع هنايا وصيفطوا لنا قالنا راه باش تجي تستجب للمطالب ديالنا في الملحقه الاداريه. مشينا حنا ومفتش الشغل والنقابه ديالنا مشينا هي ما جاتش، قسنا مده عاودنا درنا اعتصام قلنا زعما لا تستجب للمطالب ديالنا خلينا لها واحد المده ديال 10 ايام ما ربنا يكون شي صلح بيننا وبينها ولا ما استجبتش للمطالب ديالنا. البارح جينا اعتصمنا هنايا من 9 ديال الصباح حنا وليداتنا وحنا جالسين هنايا تدير معنا السيده شي حل. لا السيده اللي خدامين معها حنايا صبليونيه وقديمه هنايا في مراكش معروف الرياض ديالها. لا خدامين بالوثائق ديالنا بلي كونطرا ديالنا بلا سينيسيس ديالنا كلشي كانت الامور هي هذيك تنتخلصوا على الوليدات تنستافدوا من التغطيه الصحيه. دابا كلشي تحبس علينا، لا تغطيه صحيه لا فلوس الوليدات لا فلوس كوفيد استافدنا 3 شهور الاولى. دابا ما بقينا استافدنا ما لقينا ما ناكلوا على جينا درنا اعتصام هنايا ما جا عندنا حتى شي حد. يومين حنا معتصمين هنايا ما جا عندنا حتى شي حد، ما جات هي ما سول فينا حتى شي حد وحنايا غنبقاو هنا معتصمين تدير معنا شي حل حيت حنا راه ما بقيناش لقينا ما ناكلوا وعندنا كريديات ديال البنكة وعندنا مجموع علينا الموضوع. يعني بنادم ما وصل لهذ الحاله هذه كما كتشوف اخويا هذه الحاله ديالنا راه كتشفي القلوب. يعني بنادم يشوف فينا وينظر من الحال. حنا راه 7 ديال العائلات اللي جالسين هنا بولادنا، ها ولادنا شكاير وهما طبلياتهم. يعني بنادم ما يضطر يخرج لهذ الظروف هذه الا والغالب الله طفح الكيل. بنادم ما صبرنا المده ديال عام دابا راه ما بقيناش لقينا البنكه تتسال الكريديات الموضوع عندنا الاولاد ما بقيناش بينا لقينا ما ناكلوا وليداتنا. وهذه السيده حنا راه خدمنا معاها وبينا باش طلع هذا الرياض كاينه 6 سنين 7 سنين 8 سنين الخدمه وتنخدموا ماشي ما تنخدموش بينا باش تعرف هذا الرياض وسمعتوا تعرفات بينا حنايا بهاد العاملات اللي متشردين هنايا دابا هنايا في باب التكالة مليوحين بهاد الناس هادو باش طلع هاد الرياض من عرق كتيفاتنا باش طلع هاد الرياض. ودابا حنايا مليوحين هنايا ما استجباتش بنادم راه غير يشوف كاريرة هاد الجلسة هادي راه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والعواشر هادي حنا ما تنطلبوا حتى شي حاجة غير باش نعيشوا. وتدخل ديك السيدة كانت تدخل بينا الفلوس راه هي بشهادة الناس راه هذا الرياض معروف باب التكالة تيجيو هي الجروبات دابا حنا ما تنطلبوا والو بينا جالسين جلسة سلمية بينا حتى حنا الحقوق ديالنا وبينا شي حاجة باش ندوزو حتى حنا رمضان راه حتى شي واحد ما غادي يبيع التكرفيص لخو المسلم. والله وعاش الملك وتنتمناو من جلالة الملك يلتفت لينا وتلتفت لينا السلطات يديروا لنا شي حل. الله يجازيكم بالخير اسيدي. خويا حنا انا وحده من احدى العاملات اللي في هذا الرياض كنطالبوا بالحقوق ديالنا من هذه السيده. تواصلنا معها بالتليفون بكونطابل بجميع الوسائل وما كاين اخويا ولا ما كتهضرش معنا ما كتلاقاش معنا ما كتعطيناش دموج هنا كاع نهائيا. درنا بها استدعاء عند انسبكتور ترافاي ما كتجيش. جينا درنا هنا وقفه احتجاجيه جا عندنا السيد القيد قال لنا راه غدا عندكم مقابله معاها ما عطيناش حق الاضراب. تصنتنا الهضره ديالو ومشينا في حالنا وليني ملي مشينا عنده تحضرنا كاملين وليني هي ما جاتش. عاودنا رجعنا في حالنا قعدنا ثاني 10 ايام تنتسناو زعما على الاقل شي اتصال ولا شي حاجه ما كاين والو. صافي عاوتاني وحنا نجيو نديرو اعتصام هنا باب الخدمه. خويا بغينا حنايا الحق ديالنا ما بغينا حتى شي حاجه من هذه السيده حيت كنا خدامين بعرق كتافنا وكانت تصور فلوس بينا ولاني ما بحال ما عمرها شافتنا ولا بحال ما عمرها عرفتنا كاع نهائيا.